السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، كنرحب بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله. في هذه السلسلة ديال الغريبات غادي نصوب لكم غريبة البهلة بطريقة مختلفة عما قدمنا لكم هذا الأسبوع، اللي كانت هذه الغريبة من أروع الغريبات، واللي ما جربهاش ما عنده ما يهضر وما عنده ما يقول، لأن التجربة خير برهان. وهذه الغريبة من الروائع الممتازة. غادي نقدم لكم رائعة أيضا ديال الغريبات ديال البهلة بطريقة مختلفة بالجنجلان. هذه غادي تجي زوينة إن شاء الله. غادي نشوفوا المقادير بإذن الله. هنا عندنا واحد 600 غرام ديال الفرس، عندنا واحد 250 غرام ديال الزبدة، 250 حتى 60 حتى 70 غرام على حسب الفرس ديالكم. إلا جاب الله كيشرب غادي تزيدوا واحد 30 غرام ديال الزبدة. هنا 250 غرام، 600 غرام. هنا عندنا السكر بودرة، اللي هو سكر غلاسي اللي كنسميوه سكر بودرة، خصكم ديروا شي نوعية تكون ممتازة. هنا عندنا إن شاء الله جنجلان حمرناه شوية شوية، ماشي بزاف، لأن غادي يطيب مع الغريبة، ما خصوش يكون محمر بزاف باش ما تجيناش الغريبة ديالنا مرة بالمذاق. يعني إلا كان قوي التحميره ديال الجنجلان، ديال الا حمرنا الجنجلان بزاف كيجي كيعطي كو ماشي هو هذاك. عندنا هنا المايزينا، المايزينا عندنا هنا واحد 80 غرام، عندنا واحد 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. بالمناسبه كاين سيده سولتني في هذا الفيديو القادم، قالت لي الشاف واش يمكن ليا ندير الخميره ديال المعجونه في بلاصه هذه، ما عنديش هذه ما عندهاش، بغات دير الخميره المعجونه. يا اخواني يا اخواتي، خصنا نفرقوا ما بين الفرق هذه الخميره والاخرى. الاخرى كنديروها باش تخمر لنا الخبز، هذا ماشي خبز، هذه غريبه، هذه غريبه ما خصناش ما غاديش نخمروها، هذه غير كتقوف ليها كتطلعها شويه وكتجعلها هشيشه. هذا هو الدور ديال هاد الخميره. الاخرى راه الدور ديالها انها تعجني بها خبز وتعجني بها الشفناج وتعجني بها البينيه والكرواسون وبزاف ديال الاشياء، مي ما يمكنش لك تعجني بها واحد الحاجه سيك اللي هي بتي فور. على بركه الله، شوفوا معايا العمليات من فضلكم، لان اهم حاجه عندنا اننا نعرفوا كيفاش نصوبوا واحد الحاجه. الا غادي ناخذوا في الاول الزبده، ها هي الزبده ديالنا، ها هي. اشنو يمكن لينا نديروا معها؟ دائما غادي نديروا معها الماده اللي يمكن لينا بها يكون الدق ديالها في هذه الغريبه، تكون الغريبه ديالنا كنحسوا بها بهذاك الدق، هي جنجلان. غادي ناخذوا جنجلان، ها هو مطحون وطحناه مزيان، غادي نعجنوه، هو غادي نعجنوا هذه الزبده هي وهذا الجنجلان ان شاء الله. الزبده ديالكم خرجوها باش تبرد، باش تسخن، وباش دغيا تدار لكم ان شاء الله. غادي نضيفوا المايزينا، هنا الزبده ديالي باقا بارده شويه، كنقول لكم خرجوا الزبده ديالكم الا تصوبوها قبل بواحد نصف ساعه او ساعه المكانه باش تاخذ لكم درجه حراره المطبخ. هنا غادي نضطروا يعني نعفسوها مزيان باش نذوبوا هاد الزبده. غادي نضيفوا ان شاء الله السكر كلاص بطريقه اننا غادي نخلطوه نغربلوه هو الاول عاد نضيفوه. الكلاسي ديالنا ها هو، سكر كلاسي كنديرو على حساب الحلاوة ديال الغريبة ديالنا، ما كنكتروش، يعني العبارات مدروسين مزيان.
وهنا كنضيفوا الفرص ديالنا شويه بشويه باش نعجنوا هاد الغريبه ديالنا مزيان. هنا غادي نخلطوا هاد الشيء مليحه، وغادي الزبده اللي مازال ما سميتو غادي نحاولوا ذوبها كامله، يعني بالصبع باليدين باليدين ديالنا بالرحه ديال اللي ذبحها هكا. شموا واحد الرائحه رائعه ديال الجنجلان كتعطي من هاد الغريبه ديالنا. هانتوما شفتوها كي رجعت، رائحة رائعة. غادي ناخدو الفرص ديالنا نخويو عليها الخميرة، وغادي نبداو نخويوه هنا شوية بشوية. هنا درنا الفرص ديالنا، غادي نحاولو نعجنو الغريبة ديالنا مزيان، وغادي نردو البال. إلا جاب الله الفرص ديالنا يعني شرب لينا هاد الزبدة وشرب لينا هاد الشي، غادي نضيفو شوية الزيت النباتية اللي هي في البيدون الصفر، من الأحسن بلا ما ندير السمية إن شاء الله، بلا ما نقولش السمية، غير باش نحاولو نجمعو بها مزيان هاد الغريبة. هاد الزبدة ديالنا يعني الفرص شرب هاد الشي مزيان، ها هي. إذن هنا غادي تخصنا شوية الزيت اللي قلنا لكم نضيفوها إن شاء الله. شوية الزيت كما قلت لكم الماركة ديال الزيت راني قلتها لكم. هنا كما شفتوا ضفنا شويه ديال الزيت باش رطبنا العجين ديالنا. العجين ديالنا ما خصوش يكون جاري، خصو يكون شاد راسو مزيان. انتما خصنا دروكا غير نخدموها مزيان. كناخدو العجين ديالنا كنديروها في المول. هنا كنخدمو شكل مودرن، يعني واحد الشكل زوين غادي نسميوها غريبة بالجنجلان، لأن هادي عجينة ديال الغريبة ماشي شي حاجة أخرى. وغادي نحاولو نقادوها كيما هكا، دائما كنحاولو نعطيوها الفورمة ديالها مقادة. وغادي نوركو هنا باش نخرجو إن شاء الله العجين ديالنا بهاد السياسة. ها هو هنا غادي ناخذ واحد الطابع نحطوه فوق منه، هذا الطابع باش كنقطعوا المقروط، نوركوا عليه باش نعطيوها واحد الفورمه زوينه، ضروري نورك عليها. الا جاب الله كان خرج لينا شي حاجه من هنا نقدر نقطعوها ونحيدوها بحال هكا من جميع الجهات باش تعطينا داك الديكور ان شاء الله اللي غادي يرسم فيها، اللي غادي يجي فيها مرسوم ورداس. هكذا نحطو المول، ناخدو العجينة ديال الغريبة نديروها في وسط المول بحال هكا، نوركو عليه بالصبع ديالنا حتى نقادوها. صارنا تجينا شوية عامرة ما تجيش خاوية هكا، دائما كنحاولو نقادوها. هنا غادي نوركو باش نخرجو، وهنا ايضا نخرجو ناخذ المول نهزو بحال هكا ونحيدو هادشي اللي كيكون في الجناب. بغينا نوركو على هاد البلاصه بحال هكا ونوركو على هاد البلاصه مزيان احسن هكا، غير باش هذا هاد التقطاع يجينا الديكور يجينا زوين مقاد
نوركو عليه مزيان ونحيدو هذا الشيء اللي خرج من هنا ها هكا، وهاد الجهه حتى هي ندوزو عليها ونهزو المول ديالنا غير بالسياسه. ها هي كتجي مطبوعه مقاده مزيان ان شاء الله. هنا كناخذو شويه القهوه اللي هي غبره، كنديروها فوق هاد الوردات باش نعطي واحد الكو لهاد الغريبه ديالنا، رائع ان شاء الله. هذه قهوه بودره رائعه، رائحه ديالها غادي تشمها من بعيد ان شاء الله. الفران ديالنا ها هو سخن، غادي نلوحوا الغريبه ديالنا، يعني درنا 180 درجه الحراره يعني من الفوق ديال الفران، غادي نديروا العافيه دروك من التحت ومن الفوق ونشعلوا 180 درجه باش طيب هذه الغريبه ديالنا اللي هي على هذا الشكل الجميل جدا واللي كتجي رائعه باذن الله. السلام عليكم. بعد ما طيبنا الغريبه ديالنا كنخليوها طويله كما هي او نقطعوها مرصوات بحال هكا، سهله تقطع ما كتهرش، كتجي شاده راسها مزيان وكتجي رائعه ان شاء الله. ها هي كتشوفوا فيها كتجي طايبه، كنقطعوها مرصوات بحال هكا، نقدروا نقطعوا مرصوات صغير من هكا. حنا درنا هاد الفورما ودرنا هاد الشكل جميل جدا اللي بغينا منكم يعني تجربوه وتشوفوا كي غاتجيكم ان شاء الله، وغير الوصفه تكون مطبقه مزيان لان التطبيق هو كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها انتم كتشوفوا النتيجه النهائيه ديالنا، هنا درناها كاملات، هنا كاملات، هنا نصف كامله، هنا ربع يعني ديال التقطع، هنا قطعناها صغيره، هنا قطعناها بالنصف، هنا خليناها كاملة إن شاء الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي كنتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.